طبعا يا جماعة، انتوا مستنين ان انا هعمل حلقة زي كل اسبوع وانترو نقعد نهزر فيه. سابتني احنا كل اسبوع بنتعب اكتر من الاسبوع اللي قبله، مفيش نتيجة، يأس، احباط، خنقة. انا قررت فعلا ان يعني مش هكمل. دي اخر حلقة في اكس فيو. في حاجة بس يعني أنا عايز أعملها قبل ما تكون دي آخر حلقة. يعني عايز أقول لكم شكرا على اهتمامكم. الاهتمام ما بيطلبش. ثانية واحدة. راجع من شغلك زي كل يوم، بس النهاردة اليوم مأساوي مأساوي مأساوي. مديرك هزقك قدام كل الموظفين وشكلك بقى زي الزفت. راجع كده قاعد تفكر في الإهانة اللي تعرضت لها. أول ما وصلت البيت لقيت مراتك سايبة البيت. يا دي النيلة، ايه اليوم الغريب دوت وسايبالك جواب بتهزقك فيه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انا عملت ايه النهاردة؟ مرة واحدة التليفون راح رن. الو، ايوه بابا، في ايه؟ لقيت مرة واحدة بابا داخل فيك وبيشتمك باكثر الالفاظ شناعة. يا جدعان ده، وانا بقيت ملطشة ولا ايه؟ نفسك صعبت عليك جدا وبدأت تفكر بشكل سوداوي. هو الموضوع سوداوي فعلا، الحياة سوداوية. الحياة ما بقاش ليها قيمة، الحياة بقت أتعس من إني أقدر أستحملها، أتعس من أفكر إني أعدلها حتى. طب هو أنا ليه مضطر أستحمل الحياة بالشكل ده؟ هو ربنا يرضالي الحياة دي؟ ليه ربنا سايبني كده؟ هو خلقني عشان يعذبني؟ طب هو خلقني ليه؟ 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 ليه بقى؟ ده في كتاب، كتاب. ومرة واحدة كيرف أسئلتك بدأ يتحول، وبدأت توصل لمرحلة من اليأس، إنك خلاص عايز تموت وتسمع محمد محيي ومش عايز تكمل تاني خلاص. السؤال هنا، هل ربنا فعلا خلقني عشان يعذبني؟ طب انا ليه حياتي بقت بالشكل السوداوي ده؟ ده انا وصلت ان انا فعلا بسمع محمد محيي. طب هسألك سؤال تاني، لو مشاكلك كلها اتحلت هل ده سبب يكفي ان انت تبقى شخص سعيد؟ تقريبا السؤال ده اتسأل للكاتب المصري الملحد اسماعيل ادهم. الراجل ده كاتب مصري اتولد سنة 1901، كانت كتاباته بتتميز برضو بالسوداوية المطلقة وكره الحياة. في بداية حياته كان مدرس رياضيات، كان بيدرس هنا، هو اتولد في اسكندرية، وبعد كده سافر لتركيا وبدأ يدرس هناك برضو رياضيات. كتاباته السوداوية بدأت تتطور لحد ما وصل لنفس الأسئلة اللي احنا كنا بنسألها في بداية الحلقة، اللي هي هو ربنا خلقني عشان يعذبني؟ طب هو ربنا ليه خلقني؟ طب هو ربنا فعلا اللي خلقني؟ وهنا بدأت أسئلته تاخد كيرف جديد خالص. بعد ما وصل لمرحلة كبيرة من اليأس أعلن إلحاده. كان ليه كتب كتير بتدافع عن أفكاره الإلحادية، وكان أشهرهم كتاب لماذا أنا ملحدا. ما شاء الله ما شاء الله. إسماعيل كان بيقول دايما إن الإلحاد بعد ما توصل له بقى عايش في راحة نفسية شبه اللي المؤمنين بالكتب السماوية بيعيشوا بيها. يعني إيه؟ إيه ده؟ حاجة عجيبة جدا. يعني الإلحاد هو اللي ريحه. 23 يوليو 1940 جه الجواب الإلهي. لقوا جثة إسماعيل أدهم طافية على مياه البحر المتوسط، والشرطة لقت في جيب الجاكيت بتاعه في البيت ورقة بيقول فيها إن هو يئس من الدنيا وبقى يكرهها ومش قادر يستحمل الحياة وفظاعتها، ولذلك هو قرر إن هو لازم ينهي حياته. إيه ده؟ يعني ما كانش مستريح نفسيا زي ما كان بيقول في كتاباته. المشكلة إن مش هو الحالة الفريدة، في حالة عالمية مشابهة ليه جدا هو الكاتب والأديب العالمي الأمريكي إرنست هيمينجواي. بس الأنيل بقى إن إرنست دوت كان واخد جائزة نوبل للسلام، يعني واحد دماغه عالية جدا، برضه كانت كتاباته سوداوية. مش عارف أنا أم الحلقة الكئيبة دي، حلقة كئيبة جدا جدا. سوداوية سوداوية سوداوية. أنا عارف إن في ناس كتير قاعدة عايزة تقطع شرايينها معايا، بس زقوا معايا الحلقة، زقوا معايا الحلقة، هتعدي هتعدي. المهم إن الأخ إرنست هيمينجواي سنة 1961 مراته دخلت عليه لقيته ماسك بندقية، وعارف أنت اللي هو قاعد كده وهيموت نفسه، فاللي هو تخيل أنت بقى مراته داخلة عليه فاهم إيه ده؟ بدأت تقول له واحدة 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 يا إرنست يا أخويا، الحياة ما تستاهلش كل دوت. في إيه؟ في إيه؟
وبدأت تهديه، وفعلا أقنعته إن يعني مش لازم تموت، يعني الحياة جميلة والدنيا هتعدي وبتاع مش عارف إيه، لحد ما خدت منه البندقية. أول ما خدت منه البندقية كلمت على طول المستشفى، وجم خدوه واحتجزوه فيها لحد ما يبدأوا يعالجوه نفسيا. المشكلة إن إرنست يومين وبدأ يمثل عليهم إن هو بقى كويس، وخرج من المستشفى ورجع عمل اللي هو عمله ده تاني، بس المرة دي محدش لحقه وقتل نفسه. مش بس إرنست هيمنجواي واسماعيل أدهم، لأ في أمثلة كتير جدا. الشاعر اللبناني خليل حاوي اللي هو أول ما إسرائيل بدأت تضرب حدود لبنان انتحر، يعني هو حس إن الحياة خلاص سوداوية وانتحر. في كمان الممثلة الإيطالية المصرية المعروفة جدا داليدا، اللي هي بتاعت كلمة حلوة وكلمتين هنتحر يا بلدي، هي كمان كانت نهايتها سوداوية. كل دول وصلوا لمرحلة من اليأس غير طبيعية اللي خلتهم يفقدوا الثقة في الإله، ووصلتهم ان هم ينهوا حياتهم لان هم كرهوا الحياة. الحياة بقت خالص. لو فكرت شوية هتلاقي ان حياتهم فيها ايجابيات كتيرة جدا، وعملوا انجازات في ناس كتير جدا بتحلم انها تحققها. لو بصيت في تفاصيل حياتهم الدقيقة ممكن تلاقي ان حياتك انت اسود منهم. طب ايه اللي وصلهم للمرحلة دي من اليأس ان هو ينهي حياته بايديه؟ القصه دي هتبدا تفهمك انا عايز اقول ايه واحده واحده كده. هي قصه من تراثنا الاسلامي، بس لو دورنا في الاديان السماويه التانيه هتلاقي قصص مشابهه ليها، وهي قصه تماضر بنت عمرو السلميه او الخنساء. دي واحده كانت عايشه في عصر الجاهليه، وكانت واحده ذات حسب ونسب ومال وفلوس واوعى والحاجات الكتير اللي هي بتاعت العصر الجاهلي بتاعت الكفار دول. وكانت شديدة الجمال لدرجة ان الستات ما كانوش، يعني الستات الطبيعي ان هم بينفسنوا على الستات اللي زيهم، الستات ما كانوش بيعرفوا ينفسنوا منها يعني من كتر جمالها. والعرب طول عمرهم عليهم شوية حاجات، والله عليهم شوية حاجات غريبة. كانت لما واحدة تبقى حلوة جدا كانوا بيشبهوها بالبقرة الوحشية، وحش يعني. كانت حياتها زي الفل لحد ما اتجوزت واحد كان خمورجي، ايوه هو بالمعنى الحرفي كده، كان خمورجي وبتاع قمار ومضيع كل فلوسه على القمار. بدأت تستجير باخوها صخر عشان يلحقها من الراجل دوت. صخر بدأ يديله فلوس عشان يساعد اخته، لحد ما في مرة من المرات صخر امتنع ان هو يديله فلوس فراح قتله. طبعا كانت ليلة زرقة. الخنساء كانت واحدة من اشهر شعراء الجاهلية، وتلت اربع شعرها كان على اخوها صخر اللي مات، وعانت من الاكتئاب العظيم بعد موت اخوها، وحياتها بدأت تبقى سوداوية. كتبت أشعار كتير في صخر أخوها لسه بتتدرس لحد هذه اللحظة. ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة. المهم إن عدت الأيام والخنساء دخلت الإسلام بعد ما الإسلام بدأ ينتشر، وتكرر الموقف بتاع صخر بس المرة دي مع الأربعة أولادها. دقت طبول الحرب، بدأ المسلمين يجتمعوا لغزوة القادسية. الخنساء ودت ولادها الأربعة يحاربوا في معركة القادسية، ولاحظ ان انا بقولك ولادها مش اخوها، وتقريبا هم دول الرجالة اللي ليها في الدنيا كلها. غزوة القادسية الأربعة ولادها استشهدوا، الأربعة دفعة واحدة. تخيل بقى دي ساعة صخر اخوها لما اتقتل عملت ليلة فرح. تخيل دي ممكن يكون ايه موقفها لما ولادها الأربعة ماتوا. قالت مقولة عظيمة جدا، قالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. لا 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 لا، نهار أبيض، إيه ده؟ إيه ده؟ فين السوداوية؟ إيه ده؟ إحنا فقدنا عنصر مهم في حلقة النهاردة، فين السوداوية؟ ده يعني ده المفروض واحدة من أكبر عناصر السوداوية. إيه اللي غير وجهة نظرها؟ إيه اللي حصل؟ ده بالعكس ده كمان كبرت في السن، يعني المفروض سوداويتها تكبر معاها. هتقول لي بقى عشان الإيمان والشغل دوت، بدون الخوض في تفاصيل دينية، خلينا أضرب لك مثال. لو إحنا جبنا آلة وظيفتها إنها تعمل حاجة معينة، خليناها تعمل حاجة تانية هي ما اتصنعتش عشانها، إيه اللي هيحصل؟ الطبيعي إن الآلة دي هتتكسر، لأنها اتخلقت عشان تعمل حاجة تانية خالص. لا معلش فهمني أكتر يعني، وكفاية أم إيه الفلسفة بتاعتك دي؟ حاضر، أصل أنا أحب الفلسفة بصراحة، أحب الفلسفة. خلينا متفقين إن في جميع الكتب السماوية سواء القرآن أو الإنجيل أو التوراة في آية بتوازي الآية اللي بتقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في القرآن. أكيد في الإنجيل وفي التوراة في آية موازية للآية دي، يعني إحنا اتخلقنا واتصنعنا رقم واحد عشان نعبد ربنا. فلو إحنا مش هنعمل التاسك اللي إحنا اتخلقنا عشانها لازم نتكسر. طب أنا بقى لو مش مؤمن بالأديان السماوية، لا ده حوار تاني،
ده حوار تاني، وهنقعد قاعده مع بعض كده في حلقه جديده ان شاء الله نتكلم عن حوار الالحاد ده. اللي عايز اقوله ان الدين بيخليك تستقر نفسيا وبدنيا، لان هو بيخليك تشعر انك بتعمل التاسك اللي انت اتخلقت علشان تعمله. اصل الصعوبه كلها في ان انت يكون في ايدك الاختيار. لو تخيلت ان الاختيار والقرار في ايد واحد تاني هو اللي بيصرف الامور كلها، والواحد دوت ما بيغلطش غير قابل للغلط لانه اله، فساعتها انت هتكون مستريح نفسيا لان مش انا اللي في ايد القرار وانت مؤمن بده. طب بما ان هو اللي في ايده القرار، ازاي اخليه يختار لي حاجات حلوه؟ يعني ما يخلينيش احس بسعاده ما دام هو اللي بيختار. هل سالت نفسك قبل كده انت مديله حق ولا لا؟ يعني انت مهتم بكل حاجه الا الرئيس اللي هو اصلا بيوزع كل حاجه، فالطبيعي انك هتعاني في حياتك وحياتك هتبقى سوداويه وهتعمل كده. طيب لو سمحت كفايه بقى فلسفه وقول لي اعمل ايه، اديني منهج عشان مش عايز اكتئب وانتحر زي اسماعيل ادهم. هقول لك القران فيه ايتين هما المنهج كله، لازم تحفظهم وتصدقهم، تؤمن بيهم، تؤمن بيهم. لو امنت بيهم اضمن لك ان كل حاجه هتبقى زي الفل. والايتين دول اكيد في ايتين بيوازوهم في الانجيل وايتين بيوازوهم في التوراه. الآية الأولى بتقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإن يعني اللي هيبعد عن إن هو يعبدني ذكري يعني العبادة، فإن له معيشة ضنكا في تأكيد إن هو هيعيش حياة زي الزفت. ضنك ضنك وتأكيد فاء التأكيد. يا نهار اسود، طب نعمل إيه؟ الآية التانية بتقول لك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالتأكيد برضو فلنحيينهم حياة طيبة، يعني أكيد أكيد هيعيشوا حياة سعيدة، أكيد ده ربنا هو اللي بيأكد لك، صاحب اللعبة رئيس الجمهورية. فلو انت صدقته في الايتين دول هتعيش أسعد واحد في الدنيا. الموضوع بسيط جدا جدا، اعمل واجباتك ناحية ربك وخليك واثق فيه ان هو اللي بيصرف الأمور وقادر يصرفها بالشكل المناسب. ولما تحصل حاجة انت ممكن تكون مش حبيبها، فكر هو ممكن يكون يا اما بيختبرك يا اما هو بيعمل حاجة هتبقى خير في المستقبل، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حرفيا سعادتك مقرونة بالايتين دول. طب انا مسيحي، سعادتك يعني ايه؟ ايه اموت باكتئابي؟ اقول لك يا فندم راجع الماجيك اي، راجع الماجيك اي وبص للماجيك اي بشكل روحاني. كفايه بقى جيمس وفاطمه وحب وخلبصه، راجعوا الحلقه الخامسه وهتلاقيني قلت ان الاسلام هو دين مكمل للمسيحيه والمسيحيه مكمله لليهوديه، يعني في الاخر احنا كلنا في مركب واحده. فمش عيب مطلقا ان انت تؤمن بايتين فعلا موجودين في القران وتعمل بيهم حتى لو انت مسيحي، عادي يعني. نفضل مكملين، مش هنبطل زي ما احنا قلنا في اول. ايه تفتكروا ان احنا هنبطل؟ ليه يا ابني؟ والله حلو. ليه فعلا بجد؟